السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. Apicoectomy. This procedure treats an infection or abscess by removing the tip of a tooth's root, where bacteria can hide in tiny canals. Endodontic surgery is a sophisticated and any infection. Inflamed or infected tissue is detected and removed, along with the tip of the root. The endodontist uses special ultrasonic instruments to create a space in the end of the root, then places a small filling to seal the root canal. Finally, a few stitches are placed. هل ممكن أن تتخيلوا أن الحل الذي رأيناه الآن في الفيديو ممكن يكون أكثر أماناً وحفاظاً على النسج السنية من الحل غير الجراحي؟ إذا كنت تعتقد أن هذا الكلام فيه مبالغة، تابع معي هذه المحاضرة. بداية بحب أعرفكم عن نفسي، معكم الدكتور أحمد ميقري، خريج جامعة دمشق عام 2004، دبلوم بجراحة الوجه والفكين عام 2006، وماجستير بجراحة الفكين عام 2009 من جامعة دمشق. حاليا أعمل في المملكة العربية السعودية. أحب أتوجه بالشكر لصديقي من أيام جامعة دمشق الدكتور مازن دوماني لمساهمته في نشر هذه المحاضرة على موقع Dentistry Online. محاضرتنا اليوم حتكون عن مبادئ الجراحة الجذرية أو Principles of Apical Surgery. هناك عدة أسباب دعتني لاختيار هذه المحاضرة. السبب الأول هي أن معظم المحاضرات اللي بشوفها الآن هي عن الزراعة أو التجميل. حبيت أني أرجع لجذور طب الأسنان واختار محاضرات ما لها علاقة لا بالزراعة ولا بالتجميل. طب الأسنان ليس زراعة وتجميل أسنان يا جماعة، في مواضيع أخرى هامة. السبب الثاني، لاحظت خلال سنوات عملي أنه بعض زملائي في عنده إحجام من الحلول الجراحية. حبيت تكون هاي المحاضرة لتبسيط المفاهيم الجراحية، لتقليل الخوف من الجراحة. طبعا هذا الإحجام سببه إما خوف أو قلة معلومات. حبيت أيضا أضيف على معلوماتكم معلومات جديدة عن مبادئ الجراحة الجذرية، وأنه يا جماعة الجراحة الجذرية هي حل سهل، بتغنيكم وبتغني مريضكم عن أسابيع أو أشهر من المتابعة أو من العلاج غير الناجح. طبعا التخوفات اللي لاحظتها من زملائي كان معظمها على أنه الحلول الجراحة هي مو الحل الأول ولا الحل المفضل. صحيح هذا الكلام، ولكن أحيانا بتكون الجراحة هي الحل الوحيد، هي الخيار الوحيد لك. من التخوفات اللي قابلتها أيضا من زملائي اللي سمعتها أو حكولي عنها، هي إنه الجراحة فيها اختلاطات عديدة من الألم أو إنه خطيرة. من قلن أيضا الإندو في له اختلاطات، وهي الاختلاطات أحيانا بتكون خطيرة كمان، الإندو بسبب ألم. لكن خلينا نتذكر إنه الجود ميديسين أو الطب الجيد غالبا ما يكون مذاقه سيء، هكذا يقال في الأدب الطبي. يعني وجود الألم لازم ما يخليك تحجم عن الخيار الصحيح. أيضا من التخوفات اللي سمعتها أنه الحل الجراحي هو غير محافظ، non-conservative. هذا الكلام صحيح وأحيانا غير صحيح، لأنه أحيانا بيكون الحل الجراحي هو more conservative، أكثر أمانا ومحافظة على السن من حل غير جراحي. هنشوف الآن في هذه المحاضرة. الآن بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ المحاضرة عن الأبيكال سيرجري. الأبيكال سيرجري إلى عدة مترادفات، عدة مسميات تدل على نفس المعنى. بري أبيكال سيرجري أو إندودونتك سيرجري أو قطع الذروة بالعربي أو جراحة حول الجذري. أبيكال سيرجري هو ملاذنا الأخير
عندما تفشل الطرق غير الجراحية بالحفاظ على السن. طبعاً الأبيكال سيرجري هي جزء من حقل كبير اسمه الاندودونتيك سيرجري. الاندودونتيك سيرجري بيتضمن عدة عمليات جراحية من ضمنها الأبيكال سيرجري، من ضمنها أيضاً إغلاق الانثقابات perforation بالطرق الجراحية، بتر الجزر root resection. نسبة نجاح الاندودونتيك سيرجري ومنها الأبيكال سيرجري نسبة عالية تصل ل 90 فوق 90%. الآن هذا السلايد أو هذه الشريحة هامة لكل طبيب، حتى لو ما كنت متخصص بالإندو أو بالجراحة هذا الكلام هام. شو هي استطبابات؟ يعني إمتى بلجأ للجراحة الجذرية؟ Indication for apical surgery. الحالة الأولى بيكون عندي صعوبات تشريحية، مثل ما احنا شايفين بها الصورة بيكون الجذر ذو انحناء شديد، أو ممكن يكون في عندي تضيق أو تكلس calcification. بهالحالة ببدأ أني أعمل root canal treatment بالطريقة التقليدية، ولو استطعت أني أتغلب على هذه العقبة فلا داعي ل أني أعمل apical surgery. لكن لو ما استطعت أني أتغلب على هذه الصعوبة يجب تحويل الحالة للجراحة لعملية apical surgery لقطع القسم الغير منظف من القناة السنية. طبعا معلومة على الهامش، منقول على جذر انه منحني بشدة severe curvature اذا كان زاوية الانحناء اكبر من 25 درجة. السبب الثاني للجراحة الجذرية هي اعتبارات تعويضية. لنفترض انه اجاك مريض، عملت أشعة مثل ما أنك شايف الآن، لاحظت في خراج حول الذروة، شو الحل اللي حتقدمه لمريضك؟ طبعا هناك حل غير جراحي بيقول أنه نعمل ريتريتمنت للحالة، ولكن خلينا ندقق بالصورة منيح ونشوف أنه الإندو المقدم للمريض، العلاج المقدم هو علاج جيد. شو حتضيف إذا عملت ريتريتمنت أنت؟ لن تضيف شيء على هذه الحالة. ثاني شيء، السن فيه بوست، إزالة البوست صعبة، ممكن أثناء إزالة البوست يتعرض السن أو الروت للكسر، يصير روت فراكتشر، وبالتالي نضطر نقلع السن ويضطر المريض يلجأ للزراعة. طبعا ناهيك عن التكلفة الزايدة من إعادة الكراون وجلسات ممكن أسابيع أو أشهر من الريتريتمنت. إذن هالحالة هي استطباب صريح للأبيكال سيرجري، بتخلص الموضوع كله بجلسة واحدة. ومن هون منشوف على أنه الحل الجراحي بمثل هذه الحالات هو أكثر أمانا وأكثر محافظة على النسج السنية، more conservative than non-surgical treatment كما شاهدنا في الفيديو في بداية المحاضرة. أيضا من الحالات اللي بيكون فيها العلاج الجراحي أكثر محافظة أو more conservative هي لو كان عندنا مثلا جسر سفلي على الأسنان السفلية، bridge على الأسنان السفلية، وهي الأسنان معالجة والبريدج قطعة واحدة، وفي أحد الأسنان أصيب يعني طلع خراج تحته. فبهالحالة والأسنان طبعا معالجة كلها معالجة إندو، فبهالحالة ليس من المنطقي أنه نفك جسر كامل لنعيد علاج سن واحد. أيضا البعض حيقترح الآن أنه ليش ما نعمل أكسس عبر البريدج، يعني أنه نفتح نسقب الجسر من المنطقة اللينجوال اللسانية ونعمل ريتريتمنت، ما في داعي للجراحة، ما في داعي أنه نفك الجسر. أيضا هذا الخيار هو خيار غير محافظ non conservative. نعرف أن الأسنان الأمامية السفلية هي أسنان رفيعة، وبعد التحضير حنكون قللنا أبعادها وصارت رفيعة أكثر يعني more thin. فبهالحالة أنك تعمل access عبر البريدج فاحتمال عالي أنك تعمل perforation وبالتالي فشل السن كله وبالتالي فشل الجسر كله.
السبب الثالث للأبيكال سيرجري هي كسر في الثلث الذروي من السن. السبب الرابع هي أنه يكون في عنا خطأ أثناء المعالجة. كثير ما بنتعرض لمشاكل أثناء المعالجة الجذرية إندو، منها مثلا أنه تنكسر أداة أو نساوي قناة كاذبة ليتشينج، أو نتجاوز بالحشو بالأوبتريشن. طبعا بهالحالة إذا استطعنا أنه نصحح هذه الأخطاء بطرق غير جراحية لا داعي للأبيكال سيرجري. ولكن لو ما استطعنا أنه نصحح هذه الأخطاء بطرق غير جراحية لابد تحويل الحالة للأبيكال سيرجري، وعدم إضاعة وقتك أو وقت المريض بأسابيع من المحاولات اللي غالبا غير ناجحة. لناخد مثال، نشوف هاي الصورة اللي على اليسار فيها أداة مكسورة. هاي الأداة مكسورة في الثلث التاجي، طبعا بهالحالة أكيد مو جراحة، ماجنيفيكيشن تكبير مع أدوات خاصة لإزالة الأدوات المكسورة، وفينا نخرج البروكن انسترومنت. طيب لو كانت هاي الأداة مكسورة بالثلث المتوسط، نفس الكلام تكبير ومحاولة إخراجها، ولو ما خرجت معنا فبنعملها باي باس أو نعتبرها جزء من الحشوة. لكن ماذا لو كانت الأداة مثل ما أننا شايفين مكسورة خارج الذروة؟ بهالحالة لابد من الأبيكال سيرجري. هاي الحالة أيضا تجاوز مادة حاشية مثل ما أننا شايفين. طبعا بالنسبة لتجاوز المادة الحاشية منراقب، ما في داعي للأبيكال سيرجري إذا كان المريض ما عنده أي ألم ما عنده أي أعراض. لكن هذا المريض راجع معه ألم شديد، معه نومنس خدر، فبهالحالة كان القرار أنه نعمل جراحة تجريف المنطقة حول الذروية، عملية قطع الذروة. أيضا من استطبابات الجراحة الجذرية هي الآفات الكبيرة مثل ما أننا شايفين. هاي الآفات الكبيرة التي لا تشفى بالمعالجة التقليدية. طبعا موضوع الآفات الكبيرة أو large lesions هي من الموضوع يلي فيه اختلافات كثيرة، وهذا من الموضوع يلي تناولته أيدي خبيرة وغير خبيرة. طبعا خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي بلاقي فيه بوستات أو حالات معروضة توحي على أنه أي آفات كبيرة يمكن معالجتها بالطرق غير جراحية، بال RCT Root Canal Treatment. هذا كلام غير صحيح. طبعا هذا الموضوع ما حطول فيه، بس حأشير لبعض النقاط. هذا الموضوع بحاجة إلى محاضرة كاملة. أهم نقطة بعلاج الآفات الكبيرة القدرة على متابعة المريض. برأيي إذا أنت مو قادر أو مو ضمنان أنه مريضك يعمل فولو أب، فالخيار الجراحي مقدم على الخيار غير الجراحي لسبب بسيط، أنه ممكن هاي الآفات التبس بالتشخيص. هي عبارة عن أكياس كيراتوسيست أو رام لا سمح الله، وصار في خطأ بالتشخيص وتعالجت إندو. هاي الآفات ممكن تكبر، تجتاح بنية تشريحية هامة، ممكن نضطر لا سمح الله ببعض الحالات نعمل استئصال منطقة كبيرة من الفك، خصوصا انه هاي الأكياس بتكون صامتة، يعني بيروح المريض وما في ألم وبيرجع بعد فترة بنساوي أشعة بنلاقي آفات كبيرة نتيجة عدم متابعة هيك حالات. إذا حالات الآفات الكبيرة بدنا نكون حذرين انه نتخذ قرار بالعلاج التقليدي فقط، خصوصا اذا المريض ما حيتابع العلاج معنا. هلأ الان شو هي الكونترا انديكيشنز فور ابيكال سيرجري، يعني امتى ما بنعمل ما بنلجأ للجراحة الجذرية. قبل ما قرر اني اعمل قطع ذروة او جراحة جذرية، بحاول اني على الصور الاشعة شوف شو المقدار من الذروة اللي بدي اقطعه. إذا كان المقدار القطع حينتج عنه بور كراون روت ريشيو، يعني
كمية قليلة من الجزر حتكون متبقية، فبهالحالة لابد من قلع السن والزرع. غير منطقي انه نعمل ابيكال سيرجري ويتبقى عنا جزر قصير. بهالحالة لابد من الخلع انه وليس الابيكال سيرجري. ايضا من المرضى اللي منفضل انه ما نلجأ للجراحة معهم هن اللي بيكون عندهم مشاكل صحية، وخصوصا الأمراض النسفية وكبار بالعمر، فممكن نفضل الحل غير الجراحي على الحل الجراحي. أيضا إذا كان عندك حالة وأنت ممكن تعالجها بالإندو بدون جراحة، يجب حتكون كونترا انديكيشن، يعني مثل هالحالة، هي الحالة مو جراحة، هي الحالة ريتريتمنت. بداية ريتريتمنت نحن منقول انه بور اندو جو تو ريتريتمنت، جود اندو جو تو سيرجري. يعني بهالحالة قبل ما افكر اني اعمل جراحة لازم افكر اول شيء اني اعمل ريتريتمنت، لانه سبب الفشل او الخراج اللي شايفينه هو سبب واضح، هو هاد المعالجة. ايضا من الاسباب اللي ما بعمل فيها عملية الابيكال سيرجري هي انه في سبب فشل بالمعالجة بس أنا غير واضح. قبل ما تلجأ للجراحة يجب أن تحدد سبب الفشل. نشوف هاي الحالة، هذا مريض إجا عملنا له أشعة، في عنده ألم على العض، لقينا في خراج حول السن. قبل ما نندفع لنعمل ريتريتمنت او نعمل ابيكال سيرجري بدنا نعمل مزيد من التشخيص، مزيد من الاستقصاء، لانه هاي الحالة ممكن تكون vertical root fracture. وبهالحالة اذا كانت vertical root fracture هاي الحالة للخلع او لبتر الجزر. طبعا فعلا هاي الحالة كانت vertical root fracture او كسر عمودي بالجزر اللي خلانا نشك بانه vertical root fracture هي نموذج التخرب العصبي، نموذج على شكل حرف J. اذا نموذج التخرب اللي بيكون على شكل حرف J باللغة الانجليزية يعني مثل العكازة، فبهالحالة احتمال كبير تكون vertical root fracture. ايضا سريريا حتكون مترافقة مع جيب لثوي عميق، نارو ديب بوكيت. طبعا مو دائما بيكون نارو ديب بوكيت، لانه البوكيت هذا بيظهر غالبا بعد، يعني خلينا نقول بعد اشهر من الفيرتيكال روت فراكتشر، بصير في ذوبان بالعظم مكان خط الكسر تبع الفيرتيكال روت فراكتشر، بعدين بيظهر عنا البوكيت. اكثر شيء الفيرتيكال روت فراكتشر بتكون على الأرحاء السفلية mandibular molars وعلى الضواحك العلوية maxillary premolars. البعض حيقول ليش ما بناخد CBCT؟ أكيد حناخد CBCT، بس اعلم انه CBCT أو تصوير ثلاثي الأبعاد ما بيظهر كل حالات الـ vertical root fracture، يعني في حالات لا تظهر حتى على التصوير ثلاثي الأبعاد. طبعا مثل ما احنا شايفين هاي الحالة هي complete vertical root fracture، هاي الحالة هي لـ root resection، لا بتر الجزر وليس للعلاج. إذا يجب تحديد السبب، سبب فشل المعالجة قبل الذهاب لـ retreatment أو للـ apical surgery. هنشوف هاي الحالة، مريض راجعني بالعيادة كان معه complete vertical root fracture وخلعت له السن. مثل ما احنا شايفين هذا هو complete vertical root fracture، هذا السن لا يمكن اصلاحه. بعض الحالات هي ما لها contra indication for apical surgery، ولكن يجب اخذ الحيطة والحذر. طبعا بعض الكتب بتصنفها على انه contra indication. على كل حال هاي الحالات يجب أخذ الحيطة والحذر، مثل لو كان عندنا أبيكال سيرجري على ضواحك سفلية lower premolar،
حالة اللور بريمولر يمكن عمل جراحة جذرية طبعا، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر. كيف؟ إنك أنت ترفع الفلاب الشريحة وتكشف المنتال فورامين، تمام، تكشفها، تبعد العصب، تحميه، يعني تبعده عن مكان العمل الجراحي، وتكون داير بالك إنك ما ترد هذا العصب أثناء الجراحة، وتابع أبيكال سيرجري على بريمولر، ما في أي مانع. الحالة الثانية اللي بدي أخذ الحيطة والحذر هي قطع الزروع على الأرحاء السفلية. هل يمكن بداية أنه نعمل أبيكال سيرجري على الأرحاء السفلية مانديبيلال مولرز؟ أي نعم ممكن، ولكن دير بالك أنك تأذي القناة العصبية المانديبيلار كانال. شو هي الاحتياط اللي راح نساوي؟ الاحتياط هو أثناء تفريغ العظم، مثل ما أننا شايفين أنه الأرحاء السفلية بدنا نفرغ كمية كبيرة من العظم بسبب وجود سماكة عظمية من منطقة البوكل، يعني حتى توصل للذره بدك تفرغ كمية كبيرة من العظم. فبهالحالة التفريغ لازم يكون من الأعلى إلى الأسفل، يعني تبدأ بتفريغ العظم من منتصف الجذر وتنزل للأسفل حتى تنكشف الذروة. بهالحالة بتضمن أنك ما تأذي القناة السنية السفلية، ما تبدأ فورا بتفريغ العظم من منطقة الذروة، يجب من الأعلى إلى الأسفل. طبعا هذا بوست لأحد زملائنا على الفيسبوك بيسأل هل الجراحة الجذرية نحن بحاجة إلى بشكل روتيني؟ بعد هاي المحاضرة بنقول له لا داعي للأبيكال سيرجري بشكل روتيني، هناك indications و contra indication، استطبابات ومضاد استطبابات، فقط علينا أن نتبعها. الآن التصوير الشعاعي، شو هو التصوير الشعاعي اللي بنعمله قبل الأبيكال سيرجري؟ تصوير بانورامي، تصوير ذروي بيري أبيكال بانوراميك إكس راي، سي بي سي تي أو تصوير ثلاثي الأبعاد. طبعا سي بي سي تي هي اختصار ل كون بيم كومبيوتد توموغرافي، يعني التصوير الشعاعي المقطعي المحوسب ذو الحزمة المخروطية. السؤال الآن، هل نحن بحاجة دوما إلى التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد؟ طبعا أنا ما حجاوب على هذا السؤال بشكل مباشر، حنورد بعض الحقائق ونحاول نستنتج مع بعض جواب هذا السؤال. الحقيقة الأولى، التصوير البسيط أو الثنائي الأبعاد في عنا نسبة تشوه تتراوح بين 3.4 على الصور البيري أبيكال البسيطة وتصل إلى 14% أو أكثر من 14% بالصور البانورامية. إذا الحقيقة الأولى أنه في عنا تشوه بالبنى التشريحية بالصور البسيطة. الحقيقة الثانية، تصوير ثنائي الأبعاد ما بيظهر لنا بشكل حقيقي أو بشكل دقيق عدد الجذور للأسنان ولا عدد الأقنية ضمن الجذور. مثلا هاي الحالة فيها فشل بالمعالجة، راجعت بعد ما عملنا تصوير ثلاثي الأبعاد لاحظنا أنه في قناة غير معالجة، إذن يجب تحويل هذه الحالة لأخصائي الإندو لعلاج هاي القناة الضائعة. الحقيقة الثالثة، بالصور البسيطة ثنائية الأبعاد بيري أبيكال باثولوجي، الآفة الذروية، يعني الآفات المرضية حول الذروة لا تظهر على الصور البسيطة حتى يكون في عنا تآكل بالعظم، انخساف بالأملاح العظمية من 30-50% على الأقل حتى يظهر شعاعيا على الصور البسيطة، في حين على الصور ثلاثية الأبعاد
حيظهر حتى لو كان الضياع العظمي أو الانخساف الأملاح العظمي أقل من هذا الرقم. هنشوف هاي الحالة، هذا المريض في ألم عنده، راجع في ألم عنده، الصورة الزراوية البسيطة أظهرت أنه في تجاوز بالمادة الحاشية، لكن لما عملنا صورة ثلاثية الأبعاد لاحظنا أنه عنده مشكلتين. المشكلة الأولى هي تجاوز بالمادة الحاشية، والمشكلة الثانية أنه في هون شوفوا في راديوليسنسي بهالمنطقة، إذا في عنده انفكشن مو بس تجاوز بالمادة الحاشية. لكن بالمقابل تكلفة الصورة السي بي سي تي عم تكون أعلى، والدوز التشعيع جرعة التشعيع أعلى من الصور البانورامية. خلينا نشوف هون إنه البانوراما هي جرعة التشعيع تبعها، والسي بي سي تي سمول فيلد اوف فيو يعني أصغر صورة ثلاثية الأبعاد، بنلاحظ إنه دوز تشعيعها على الأقل 5 أضعاف أو 5 صور بانورامية، يعني كل صورة سي بي سي تي هي على الأقل تعادل 5 صور بانورامية، هي على الأقل ممكن تعادل 10 أو 20 باللارج فيلد أوف فيو. إذا جرعة التشعيع عالية، وبالتالي قبل ما نقرر إنه نعمل تصوير سي بي سي تي للمريض بدنا نشوف مقدار الفائدة منها، هل فعلا نحن بحاجة إلها سواء بالأبيكال سيرجري ولا بالإندو، هي معنا موضة، هل أنت بحاجة إلها؟ هل في معطى جديد حتضيفه إلك هاي الصورة؟ إذا خدها بدون تردد. أما ناخد هاي الصورة بدون أي قيمة إضافية فقط للعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يجوز أخذ هذه الصورة. هنشوف هاي الحالة، مثل ما ملاحظين هذا المريض كان عنده فشل بعدة مرات من ريتريتمنت على اللاترال على الرباعية العلوية، فقررنا انه نعمل ابيكال سيرجري. طبعا هاي التصوير حاولنا يكون سمول فيلد اوف فيو، يعني ما نعرض المريض لجرعات تشعيعية عالية. لانه احيانا عم بلاحظ انه حالات عم بيكون فيها مريض جاي يعمل زرعه، عم بشوفها على وسائل التواصل، مريض عنده زرعه واحده او سن واحد، وهو اخذ له تصوير ثلاثي الابعاد للفكين او احيانا لكامل الجمجمه. يعني هذا الشيء خطير جدا، ما عم بيراعي حجم التشعيع عند المريض. اذا حاول لما تقرر لابد من انك تعمل تصوير ثلاثي الابعاد، حاول انك المريض يرتدي واقي الصدر، حاول انه يكون عندك small field of view اذا كان عندك العمل على سن واحد او سنين مثل ما انا شايفين. لا تختار انك تصور الفكين كاملين مشان تساوي زرعة على سن واحد. اذا هي كلها من المبادئ الهامة يجب مراعاتها قبل اعتماد التصوير ثلاثي الابعاد. طبعا المحاضرة القسم الأول تبعه خلص، وهو القسم اللي بهم الطبيب اللي ما أنه مختص إندو واللي ما أنه مختص جراحة. الجزء الثاني من المحاضرة حيكون معظمه جراحي متعلق بتكنيك العمل الجراحي. طبعا هي حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وعلى اليوتيوب، حسابي على اليوتيوب إن شاء الله بوعدكم بالأيام القادمة حيكون في تريك عن طب الأسنان وخصوصا جراحة الفكين. هذا الحساب حتشوفوا فيه إن شاء الله حيكون مفيد، فيه فيديوهات عن انسقاب الجيب الفكي، عن المفصل الفكي الصدغي، عن الـ MTA، إن شاء الله يا رب تنتفعوا فيه. الآن الجزء الثاني من المحاضرة، الإجراء الجراحي للأبيكال سيرجري. طبعا بداية باعتبار نحن بزمن الكورونا، من التوصيات الآن انك تخلي مريضك يتمضمض بالبيتادين قبل العمل الجراحي.
هذا الشيء حينقص العضويات الممرضة بالفم، حيزيد من نسبة النجاح. طبعا ليش البيتادين؟ كلوركسيدين حسب التوصيات الجديدة بالكورونا انه غير فعال على فيروس سارس كوف 2. يعني الخطوة الثانية التخدير، حاول تخدر مخدر يكون مفعوله طويل، ما ينتهي التخدير بنص العملية وتضطر تعيد التخدير والمريض يتألم خلال هاي الفترة. المضاد الحيوي، هل نحن بحاجة لوصف مضاد حيوي قبل الجراحة؟ كمان هذا من المواضيع الخلاف اللي فيها اختلافات. بالنسبة لي بوصف دائما تغطية بالمضاد الحيوي قبل الأبيكال سيرجري، لأنه أصلا هو إنتان، والسبب اللي بيخليني أوصف مضاد حيوي أيضا أنه لما أكون قريب على المكزيلاري ساينوس، إذا أنا عم بعمل أبيكال سيرجري قريب على المكزيلاري ساينوس الجهاز الفكي، يجب أوصف مضاد حيوي لأنه ممكن ينتقل الإنتان للمكزيلاري ساينوس للجهاز الفكي. التغطية حتكون 2 جرام من البنسلين قبل العمل الجراحي فقط، ما في جرعة تانية، قبل العمل بساعة. وإذا كان بيتحسس من البنسلين نعطيه كليندامايسين 600 ميلي جرام. فلاب ديزاين أو تصميم الشريحة، في عنا 3 أنواع من الشرائح ممكن استخدامها بالأبيكال سيرجري، حنحكي عنها بالتفصيل. الشريحة الأولى هي السيميلونار انسيجن، اللي هي الشريحة الهلالية. طبعا هاي الشريحة من فوائدها سهولة تسليخها، سهولة رفع الشريحة وصولا مباشر لمنطقة الأبيكال، لكن من سيئاتها نزف فيها زيادة، ممكن تقع الخياطة على فراغ عظمي، بصير في عنا تأخر بالتندب أو الشفاء. حاولوا تتجنبوا هاي الشريحة قدر الإمكان. النوع الثاني من الشرائح هي الشريحة تحت الميزابية سب مارجينال. من ميزات هاي الشريحة الناحية التجميلية، يعني نحن حنبتعد عن الميزاب اللثوي وبالتالي الريسيشن أقل، يعني ما في ريسيشن أصلا. حيتكون مفيدة هي الشريحة لو كان عندنا بريدج على الأسنان الأمامية، فبيكون هي خيارنا الأول. أيضا إلى اسم تاني هي الشريحة أوشنبين لوبيك، كمان ممكن تلاقوها بالمقالات تحت هذا الاسم. من ميزاتها مثل ما أنها تجميلية، الانحسار فيها أقل، الخياطة لا يمكن أن تقع على فراغ عظمي. حنشوف هاي شريحة لوبيك، الخياطة لا يمكن أن تقع على فراغ عظمي فيها، شوف ما بتزيد الانحسار وما يزيد، لكن بالمقابل هذا القطع الهوريزنتال الأفقي ممكن سبب تشوش بالتروية الدموية بهالمنطقة، وممكن يصير في عنا تيرينج أو تمزق بهكذا نوع من الشرائح. النوع الثالث من الشرائح هي الشريحة الميزابية، مثل ما احنا شايفين القطع بيكون فيها عند أعناق الأسنان، بنلجأ له لما يكون في حاجة لكشف كبير لساحة العمل الجراحي، مثلا يكون عندي أبيكال سيرجري ويكون كمان عندي هون مثلا بدي أعالج بوكيت أو بدي أعمل مثلا بون جرافت لنسج حول السنية. إذا بهالحالة بستخدم هاي الشريحة. هاي الشريحة بالمقابل ما بستخدمها لما يكون في عندي بريدج أو كراون على الأسنان الأمامية، لأنه هي غالبا حتعمل ريسيشن أو انحسار وتظهر حواف التركيبات. أيضا بلجأ لهذا النوع من الشرائح لما يكون عندي الأبيكال سيرجري بجوار المكزيلوري ساينوس، فهي إذا صار في انسقاب بالجيب الفكي بيكون هي أفضل شريحة لتغطية الانسقاب. طبعا من سيئاتها مثل ما قلنا الانحسار اللثوي الريسيشن والخياطة، بتحتاج وقت أكثر بالخياطة. الميزابية اللي شايفينها الآن أو الشريحة لوبك اللي حكينا عنها
ممكن يكون محرر واحد بتكون اسمه شريحة مثلثية، هذا هو المحرر. فبيكون اسمه إذا عملنا شق واحد فبيكون اسمه شريحة مثلثية triangle، إذا عملناها بشقين محررين بيكون اسمه شبه المنحرفة أو rectangle. بالنسبة للشقوق المحررة، حاول تبتعد عن ال interdental papilla أو الحليمات اللثوية. الشق تبعك ما بده يكون بمنتصف الحليمة، بده يكون بعيد عن الحليمة بحيث يحافظ على الحليمة اللثوية. هنشوف هاي حالة لمراجعة الشريحة. فبيتم سيرجري على الملف. هاي الشريحة الميزابية، طبعا أثناء الجراحة صار في بورفوريشن بالجيب الفكي، وهذا الشيء متوقع لأنه كان الجذر قريب للجيب الفكي، وبالتالي كان من الحكمة أنه نختار هذا النوع من الشريحة، ومن الحكمة التغطية بالمضاد الحيوي كما ذكرنا سابقا. هلأ لو كان عندي الخراجة أو الليجن حول جذر حنكي بلاتال روت، هل المدخل بيكون يعني الفلاب بيكون من الدهليزي ولا من الحنكي بوكال أو بلاتال؟ ما بتفرق، ممكن بوكال وممكن بلاتال، ممكن توصل من البوكال للبلاتال وممكن يكون دايركت بلاتال، لكن بدك تدير بالك لما تعمل فلاب من ناحية البلاتال على البلاتين آرتري ممكن يصير في نزف ونزف كبير. بدك تدير بالك انك ما تعمل اي شقوق محررة، بدك تدير بالك اثناء التسليخ. يفضل بهي الحالات لما بدك ترفع شريحة من ناحية الحنكة انك تعمل اكريليك سيرجيكال ستنت، بحيث تحطها المريض يرتديها بعد الجراحة، وبتكون ضاغطة على الفلاب وبالتالي تمنع تشكل يعني اي دم، يعني ما يكون في دم بين الشريحة والعظم من الناحية الحنكية، تكون ضغطة على الفلاب بالتالي ما بتشكل بركة دم بهالمنطقة. تفريغ العظم، هنشوف فيديو بسيط. بعد ما رفعنا الشريحة نبدأ من أهل الويندة، صحيح؟ نقطة اللعبة تقفل الأبدون هي الحقيقة المثالية. قديش بتتفرغ عظم؟ بدك تفرغ عظم حتى يكون كل الأبيك المفتوحة كلها شايفة. طبعا تفريغ العظم ممكن يكون بالبيزو مثل ما احنا شايفين، أو ممكن يكون بالهاند بيس. الهاند بيس هي اللي بتركب على الموتور الجراحي، أو ممكن يكون الهاند بيس مثل هذا النوع تتركب على الدنتال تشير كرسي طبيب الأسنان، وبيخرج منها مي وهواء. هون مثل ما قلنا الووتر بيكون خارج، يعني مو من ضمن القبضة، من كيس سيروم يعني بيكون التبريد. طبعا هي القبضة او الهاند بيس هي اكثر امانا من الهاند بيس المركبة على الدنتال تشير، لانه الهاند بيس المركبة على الدنتال تشير ممكن تسبب لي شيء اسمه الوذمة الهوائية، وذمة هوائية، وهي الحالة كتير خطيرة. إذا كان لابد إنك تستخدم هاند بيس على الدنتال تشير، حاول يكون من هذا النوع. شايفين هون في ميلان بالرأس، يعني مو مثل القبضة العادية، وبالتالي حنبتعد بالهواء عن مكان العمل الجراحي. ممكن نفرغ بالبيزو مثل ما شفنا الفيديو، طبعا هو أكثر أمانا من الهاند بيس، أكثر أمانا على النسج الرخوة، والقطع عم يكون أدق وأنظف، سرعة شفاء أكثر، فحاولوا تعتمدوا البيزو قدر الإمكان. أيضا ممكن إنه نقطع العظم بالليزر، الهارد تيشو ليزر، الليزر من نوع إريبيوم كروميوم اللي شايفينه. من ميزات الليزر هي الإرقاء، يعني نحن بنقطع والنزف بيكون قليل، يعني بيقطع وبيخثر. ومن ميزاته أيضا الأنتي بكتيريال إفكت، تأثير مضاد للجراثيم،
لكن من المحاذير تبعه هي الحرارة، ممكن يرفع درجة الحرارة. إذا قطع العظم ممكن يكون بالهاند بيس التقليدية، سواء تبع الموتور الجراحي أو اللي مركبة على الكرسي الأسنان، ممكن يكون بالبيزو سيرجري، ممكن يكون بالليزر. بعد ما قطعنا العظم وصارت منطقة الأبيكا المكشوفة، بنبدأ الآن بنعمل أو تجريح للأبيكا مثل ما نفعل. أنا هذا ما يوصل له البهج 100%. طبعا أكثر شيء خاصة وأهم في صورة إنه المريض أحيانا بيتألم، يعني بيكون البهج مو واصل، يعني تخدير مو واصل لعمق الآفق، فأنا بحس المريض بالألم، أحيانا بحس إنه نزف غزير. في هذه الحالة ممكن يجيب put on formalin sister. Give me formalin. في هذه الحالة ممكن إنه يجيب قطن شاشة مبللة بالمخدر اللي فيه أدرينالين، ودكة شوي بالحفرة مشان قلل النزف. طبعا النزف بعد ما تعمل الكيورتاج للليجن، بعد ما تعمل تجريف للآفة، حيبلش النزف يقل. طبعا الآن طب الأسنان الحديث لابد من استخدام التكبير باللوبس أو بالمايكروسكوب، خصوصا لما تعمل تجريف، حيكون التجريف أدق، حتضمن انك ما تترك اي بقايا بالحفرة اذا استخدمت اللوبس او المايكروسكوب. طبعا هاي دراسات تشير على انه استخدام التكبير اثناء عمليات الابيكال سيرجري بيزيد من معدل النجاح. بعد ما عملت كيورتاج للآفة للليجن، نبدأ بنعمل قطع السروة أو قطع نهاية الجزر root end resection. بالنسبة للroot end resection أيضا كمان ممكن تساوي بالهاند بيس العادية، سواء المركبة على الكرسي، حاول يكون من النوع اللي رأسه مايل، أو ممكن تساوي بالقبضة العادية المركبة على الموتور الجراحي. ممكن تساوي أيضا root end resection بالبيزو سيرجري، وممكن تساوي ايضا بالليزر. هنشوف فيديو. طبعا افضل شيء صراحة انك تعمل الريسبشن بالبيزو على حسب احيانا ما بيكون متوفر، او احيانا متوفر بس مثل عندي مثلا كان ما انا متوفر التيب، فاضطريت اني اقطع بالهاند بيس العادية. طبعا لما بدنا نعمل root end resection بدنا نركز على موضوعين، موضوع الانجل زاوية القطع، و amount of resection كمية او مقدار القطع. بالنسبة للانجل ممكن زاوية القطع ممكن تكون 0 30 45، أفضل زاوية قطع هي 0. ليش؟ لأنه حيكون أقل عدد ممكن من الأقنية العاجية انكشف. الأقنية العاجية يعني dentine tubules، fewer dentine tubules، وبالتالي حيكون عندي الختم السيل أعلى، الميكرو ليكج أقل لما اقطع بزاوية 0. طبعا انا ما ممكن اني اقطع بزاوية 0 لو استخدمت الهاند بيس العادية، ممكن اني اقطع بزاوية 0 فقط لما استخدم تيب خاص بالبيزو سيرجري. انا احيانا لما استخدم الهاند بيس مضطر اني اقطع بزاوية 45 درجة، وبالتالي عدد اكبر من الاقنية العاجية حينكشف بهالحالة. طبعا بالنسبة لمقدار القطع، قديش لازم نقطع من الزروة؟ عرفنا انه افضل شيء تقطع بزاوية 0. قديش لازم تقطع الان؟ ميلي ولا مليين ولا 10 ميلي؟ قبل ما نجاوب على السؤال خلينا نراجع بعض المعلومات الاساسية. انه عندنا الاقنية الثانوية تزداد كلما اتجهنا باتجاه الجذر،
فمثل ما أنه ملاحظين أنه 73% من الأقنية الثانوية حتكون بالثلث الذروي. أيضا في عندنا شيء اسمه ramifications أو التغصنات، شايفين هاي التغصنات غير الأكسسوريز كمان التشعبات. قطع 1 ميلي من الذروة حيخلصني من هاي التغصنات بنسبة 52%. طبعا ليش نحن بدنا نتخلص من هاي التغصنات أو ramifications؟ لأنه نكس المعالجة بيكون غالبا من هاي التغصنات والأقنية الثانوية. إذا قطع ميلي حيخلصني من 52%، قطع 2 ميلي حيخلصني من 78% من هالتغصنات، قطع 3 بالميلي حيخلصني من 98% من هالتغصنات. هل نستنتج إنه 3 ميلي هو أفضل مقدار لقطع الذروة؟ تقريبا نعم، لكن في بعض الملاحظات ممكن اقطع اكثر من 3 ميلي. بعض العمليات انا مضطر اقطع اكثر من 3 ميلي، وبعض العمليات ما في داعي اقطع 3 ميلي، ميلي بكفي حسب غايتي من العملية. يعني انت لو عم تعمل ابيكنال سيرجري لانه عندك ليجن اكيد لازم تقطع 3 ميلي، في انفكتد بالمنطقة. اما لو عم تعمل ابيكنال سيرجري وما عندك انفكتد، انت عم تعمل ابيكنال سيرجري مشان تشيل اداة مكسورة، ما في داعي تقطع 3 ميلي. بعد ما قطعنا ذروة السن بنبدأ بنعمل شيء اسمه أبيكال كافيتي أو الحفرة العلبية اللي بنهاية الحفرة العربية بنهاية الجذر. بعد ما نعمل هاي الحفرة العلبية بدنا نبدأ نحشيها. شو هي المواد اللي ممكن نحشي فيها الحفرة الجذرية الأبيكال كافيتي؟ بالقديم كنا نستخدم الأملغام أو الكوتابركا، أما حديثا صار في عنا الMTA والبيودنتين. طبعا الMTA والبيودنتين هو أحسن من المواد القديمة، وحاليا ما بنستخدم غير الMTA. هلا حنشوف ليش. بالنسبة للMTA هو عبارة عن عدة أكاسيد معدنية، منها أكسيد الكالسيوم. بيودنتين هو عبارة عن تري كالسيوم سيليكيت، طبعا هذا البودرة. السائل بالMTA حيكون الماء، السائل بالبيودنتين هو الماء مع كلوريد الكالسيوم. طبعا البيودنتين هو افضل من الMTA حسب دراسة ان فيترو مخبرية، لقوا انه اعلى نسبة ختم، اعلى سيل كان هو بالبيودنتين. هلا قديش لازم اعمل ديب اوف ابيكال كابيت أبيكال كافيتي، يعني قديش عمق الحفرة اللي بدي حضرها بعد ما قطعت الذروة؟ بدي أبدأ مثل ما قلنا نعمل حفرة بنهاية الجذر، قديش لازم يكون عمقها؟ ميلي، مليين، 3 ميلي. هنشوف لو استطعت انك انت تحقق قطع ذروة بزاوية 0 ميلي من الأبيكال كافيتي كافي. أما مع القطع بزاوية 45 أو 30 درجة لابد من 3 ميلي من أبيكال كافيتي لحتى نضمن أنه ما يصير عنا ميكرو لوكيج، يكون في عنا سيل ختم ذروي كافي. لأنه هدف الأبيكال سيرجري أو الجراحة الجذرية هي منع، تمام، منع أي اتصال بين القناة اللبية وبين المنطقة حول الذروية. طبعا لو بدك تستخدم أملغام لساتك على الطريقة القديمة أكيد لازم تعمل 2.5 ميلي على الأقل من الأبيكال كافيتي، هذا عائد لخصائص الأملغام. هلا هاي التيب يلي بنساوي فيها الأبيكال كافيتي، هاي التيب خاصة بالبيزو سيرجري. مثل ما أنا ملاحظين هاي التيب الآن عطتنا دقة بالقطع، دقة بتحضير الحفرة، وهي الآن هي المودر تكنيك. هاي الدراسة بتحكي عن المودر تكنيك وإنه نسبة النجاح بالمودر تكنيك
أعلى بأضعاف من التراديشنال اندودونتيك، وهي متابعة لخمس سنوات. شو هو المودرن تكنيك؟ المودرن تكنيك أول شيء أنك تستخدم التكبير سواء لوبس أو ميكروسكوب. المودرن تكنيك أنك تستخدم البيزو، البيزو سيرجري، الألتراسونيك تيب، سواء بالروت اندرسكشن بقطع الذروة أو بتحضير الأبيكال كافيتي، تحضير حفرة العلبية. إذا هاي اسمه مودرن تكنيك. مودرن تكنيك أيضا أنك تستخدم الـ MTA أو البيودنتين وبتبتعد عن المواد مثل الأملغام والكوتابركا. إذا استخدمت هذا التكنيك بيزو تكبير MTA حتكون نسبة نجاح المعالجة عندك عالية حسب هاي الدراسة. طبعا شوفوا هون صورة، شوفوا الفرق بينما تقطع بالتيب تبع البيزو سيرجري ولما تقطع بالبير او بالسمبلي تبع الهاند بيس القبضة. ملاحظين هون قديش بيكون القطع نظيف ودقيق، وهون قديش القطع بيكون غير دقيق ومشرشر. MTA زمن العمل 10 دقائق، تصلبه بعد ساعتين او 3 ساعات. هنشوف الآن فيديو عن MTA. طبعا MTA بتتعامل مع أدوات خاصة، أدوات خاصة، ناقل خاص. هذا الناقل أنا عم أستخدمه هو نفسه تبع الأمازون. طبعا في ناقل خاص للـ MTA، يعني إذا ما بتفكر عندك ممكن تستخدم نفس أدوات الأمازون. في بلاجر خاص للـ MTA بيكون له بلاستيك سليف. طبعا إذا توفر عندك استخدمه، إذا ما توفر أدوات الأمازون الصغيرة ممكن تكون كافية. وبدنا ندير بالنا على نقطة هامة، انه الاريجيشن بده يكون قبل ما تحط الـ MTA بالحفرة. اذا قبل ما تحط الـ MTA بتعمل اريجيشن عشان تتخلص من العلقة الدموية، تتخلص من الحطام الناتج عن الحفر، بعدين بتبلش شو بتحط الـ MTA مثل ما احنا شايفين هون. بعد ما تحط الـ MTA مع الابلكيشن، اذا اضطريت انك تنظف شيء حيكون عن طريق شاشة مبللة ستيرون، بتضم الحفرة وبتنظفها. اذا هذا الـ MTA، طبعا هاي العملية كانت على مولر على الجذر الانسي ميزير روت. أكثر شيء بنواجهه وقت نتعامل مع الـ MTA صعوبة التعامل معه، مشان هيك البيودنتين أيضا مفضلة عليها لأنه هي أسهل بالتعامل إضافة للختمة الأعلى. هي نوع من الـ MTA، شركة برازيلية ساوت الـ MTA على شكل معجون، معجونين تخلطهم مع بعض وبيكون 40% من هذا المعجون بيكون MTA. تكييف المادة وسهولة التعامل معها أكثر من الـ MTA البودرة والليكويد. الآن بعد عملية الأبيكال سيرجري، هل نحن بحاجة لبون جرافت لـ PRF بلازما الغنية بالفبرين؟ طبعا هذا الموضوع أيضا جدلي، يعني حتى شد فيه عدة آراء. بشكل عام إذا كانت الحفرة كبيرة من الأفضل أنك تحط بون جرافت أو PRF على الأقل، يعني إذا كانت الحفرة أكبر من 10 مليمتر، يعني أكبر من سنتي، ما في مانع أنك تحط بون جرافت. أو إذا ما توفر عندك على الأقل أعمل PRF. أنا دائما بستخدم الـ PRF لأبيكال سيرجري، حيعطيني فائدة لتسريع الشفاء. وإذا كانت الحفرة كبيرة لابد من استخدام البون كرافت. والموضوع جدلي أو خلافي مثل ما قلنا. الخياطة، بدنا نركز على نقطة بالخياطة. لو كنت عامل أنت الشريحة الميزابية اللي شرحناها واللي هي بتعطينا رؤية أفضل، أفضل رؤية بتكون بالشريحة الميزابية، حاول إنك تعمل خياطة سلينج سوتشر. بهي الخياطة
منقلل من الانحسار خصوصا بالمناطق الأمامية العليا، بالتالي هي خياطة تجميلية لأنه الانحسار حيكون أقل ما يمكن، الريسيشن أقل ما يمكن. الآن من الأسئلة أيضا اللي ممكن تدور بأذهاننا، هل كل آفة كل لجن أنا لازم أبعتها على التشريح المرضي؟ لازم حللها؟ طبعا بالنسبة لي أنا أي آفة ببعتها على الهيستوباثولوجي، بس حسب الكتب في محددات ممكن تاخذها بعين الاعتبار، انه تكون متأكد انه هاي الآفة نتيجة نكروسيز، يعني في عندك نكروسيز، في عندك انتان، يعني ناتجة عن انتان بالقناة الجذرية، ويكون الآفة حسب الآفة شعاعيا كلاسيكية، يعني ما في شيء غير طبيعي، يعني آفة كلاسيكية، زائد مثل ما أشرنا سابقا القدرة على متابعة المريض، أنت ضامن أنه مريضك حيرجع وتعمل له فولو أب على الأشعة. بهالحالة بهالثلاث حالات بهالثلاث شروط ممكن ما تبعت بايوبسي للتشريح المرضي. متابعة بعد أسبوع، طبعا منفك بعد 3 أيام طمن على المريض، نغسل له الجرح، بعد أسبوع منفك الخياطة، بعدين بعد شهر، 6 شهور، وبعد سنة. لازم المتابعة على سنة، ولازم نتابع بالأشعة ونشوف البون هيلينج. شو ممكن يصير معنا complications أو اختلاطات نتيجة الأبيكال سيرجري؟ مثل أي جراحة ممكن يصير في عنا نزف وتورم. هلا ممكن يكون في عنا اختلاطات خاصة بالأبيكال سيرجري مثل دمج الروت، يعني أذية البنى المجاورة مثل الأسنان السفلية. غالبا الأسنان السفلية إذا ما كنت دقيق ممكن تقطع ذروة سن بدل ذروة سن تاني. ليش؟ لأن جذور الأسنان غالبا بتكون متقاربة لبعض، فهي ممكن تكون من اختلاطات العملية ناتجة عن عدم الدقة. ممكن تفشل الأبيكال سيرجري، ممكن ويتشكل خراج، ممكن تقع الخياطة فوق فراغ عظمي ويصير عندنا فينستريشن تنوفذ، يعني ممكن تكون قطعت كمية كبيرة مبالغة من الروت ويصير في عندك increase mobility of tooth. هذا ممكن، لكن مثل ما ملاحظنا انه هاي الاختلاطات لو كنت انت دقيق بعملك ما حتصير معك اصلا، باستثناء طبعا النزف والتوزم او الانتفاخ، فهذا حاصل لا محالة مع اي عملية جراحية. الان شو الجديد بالابيكال سيرجري او بالاندودونتك سيرجري اللي هو الجايد؟ بذكرنا بالجايد تبع الامبلانت، لكن هذا الجايد هو خاص للابيكال سيرجري. طبعا هذا الجديد نتيجة تطور طب الاسنان، يعني هذا الجديد مو بس بالابيكال سيرجري. الان ديجيتال دنتستري ادخل كتير من العلاجات الجديدة على كل فروع الاسنان ومنها الابيكال سيرجري. الان هذا الجايد فائدته انه بيحدد لك مكان الذروة بالضبط، وبالتالي انت حيكون عندك التفريغ العظمي اقل، ممكن تعمل شق اصغر، زمن العمل حيقل عندك لانه مكان الابيكال صار واضح، وبالتالي هي العملية هي less trauma less time، وبالتالي هي اكثر راحة للمريض. وهيك بتكون خلصت المحاضرة، يا رب تكون استفدتوا منها. إذا وجدتوا بالمحاضرة أي خطأ أو أي ملاحظة بإمكانكم تراسلوني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهرة عندكم بهي الصورة. وشكرا لاستماعكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك.